السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام مع النافذة اليومية لمتابعة التطورات في السودان. والبداية من التطورات الميدانية، إذ تواصل القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المناطق بالعاصمة الخرطوم ومدينتي الفاشر والأبيض غربي البلاد. وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش قصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع بأحياء الصحافة وجبرة والأزهري جنوبي الخرطوم. وفي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان غربي السودان، أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات وأصوات أسلحة متوسطة وخفيفة إثر اشتباكات اندلعت بالمحور الجنوبي الشرقي من المدينة. أما في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، قال شهود عيان إن مقاتلات حربية تابعة للجيش أغارت في الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقع للدعم السريع بعد قصف مدفعي متبادل بين الطرفين الليلة الماضية في الأجزاء الشمالية والشرقية من المدينة ذاتها. متابعة آخر التطورات مشاهدينا، ينضم إلينا عبر الإنترنت من الفاشر الصحفي معمر إبراهيم. أهلا بك معنا معمر، ولو تضعنا في صورة آخر التطورات في ضوء استمرار الاشتباكات والمعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر. أهلا وسهلا، هنا في الفاشر الأحداث منذ البارحة شهدت بلاية شمال دارفور بعد عصر يوم أمس اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بأحياء شرق الفاشر، مما أدت إلى أيضا هناك غارات جوية استهدفت تمركزات لقوات الدعم السريع بأحياء شرق وشمال مدينة الفاشر. الضربات الجوية والاشتباكات خلال يوم أمس أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. يعني هنالك مصادر طبية تتحدث اليوم في المستشفى الجنوبي الفاشر عن سقوط عشرات القتلى من المدنيين، وهنالك أكثر من 3 جرحى أصيبوا جراء تلك الاشتباكات التي اندلعت منذ مساء يوم أمس. والغارات الجوية للجيش السوداني في تمام الثانية أو الواحدة صباح يوم أمس وفي صباح هذا اليوم، يعني الغارات الجوية استهدفت تمركزات للدعم السريع، ويقال أن هنالك كان تقدم أو شبه يعني محاولة تسلل لعناصر من الدعم السريع بأحياء الصفا وأحياء المصانع والمسلك، فشهدت تلك المناطق اشتباكات دامية وهنالك حريق في مساء يوم أمس. حريق شاهدنا ألسنة اللهب تتصاعد من الناحية الشرقية بحي المصانع والصفا وبالقرب من مقابر الصفا. هنالك يعني غارات الجوية وكذلك الاشتباكات استهدفت منازل بعض المواطنين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وشاهدنا أيضا تصاعد لألسنة الدخان في مساء يوم أمس. لكن اليوم تشهد الفاشر هدوء جيد واستقرار ممتاز، لكن هي الاشتباكات كالعادة من حين لآخر كل أسبوع، يعني في الأسبوع مرة أو مرتين تحدث اشتباكات. وهذا بالنسبة للأحداث، كذلك الغارات الجوية التي استهدفت منطقة مليط في ليلة البارحة وصباح فجر هذا اليوم، منطقة مليط وكبكابية في شمال دارفور، هذه المحليات أيضا شهدت يعني الغارات الجوية لطيران الجيش السوداني. كذلك تحدثنا في شمال دارفور أن هنالك أحداث يعني للفزع في مناطق يعني في الناحية الجنوبية وفي الناحية الشمالية الغربية لولاية شمال دارفور، أحداث الفزع الأهلي، قاموا بهنالك سرقة لجمال وإبل وتم استردادها في منطقة أنكا، وكذلك في منطقة يعني زمزم في غرب الفاشر هناك اختطاف لعدد من الشباب، كما سمعنا في صباح هذا اليوم اختطاف جرى لعدد من أبناء المنطقة وتم استرداد بعض المنهوبات في بواسطة الفزع الأهلي. وهذه التطورات تأتي بعيد الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ أكثر من أسبوعين، مما زادت الأزمة وتفاقمت بشكل كبير، خاصة النازحين المتواجدين هنا في الفاشر في مراكز الإيواء وكذلك يعني في معسكرات النزوح، فخاصة منطقة أبشوك
يعني حي أبشوك الذي يقع في منطقة دائرة الاشتباك بصورة مستمرة. المواطنون هنالك يعانون أيضا في غرب الباشر من أزمة مياه، في لا توجد مياه، وكذلك انقطاع تام للإغاثة. الأمم المتحدة يعني توقفت تماما عن إدخال، يعني وجدت صعوبة لإدخال المساعدات. الدعم السري فرض حصارا على الفاجر وقطع نعم المواد الغذائية عن دخول إلى المدينة، فالأسواق وكيف شهدت يحصل ارتفاع الناس معمر جنوني. على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والدواء والمياه في ظل هذا الحصار الذي تحدث عنه والذي دخل أسبوعه الثاني معمر؟ نعم، تزداد معاناة الناس بسبب الغلاء في الأسعار، ورغم أن هنالك حركة تجارية دؤوبة في الأسواق في الصباحيات وفي الأمسيات تشهد الأسواق اكتظاظا بالمواطنين، لكن هنالك ندرة في بعض المواد الأساسية التي تصل، يعني كان من دولة ليبيا، يعني أقرب معبر وهو منطقة مليط، المعبر الشمالي للولاية، وهو الطريق الوحيد المغذي كان مغذي لولاية شمال دارفور. بإغلاق الدعم السري لهذا المعبر عمل هذا الإغلاق على قطع المواد الغذائية عن الباشر كالدقيق والسكر وبعض المواد التموينية، والتي توجد في الأسواق يعني بأسعار مرتفعة جدا. وهنالك خلال هذا الأسبوع دخلت بعض الشاهنات، يعني لكن يعني الدخول هذه الشاهنات بشق الأنفس، يعني هنالك صعوبة في إيصال المواد الإغاثية والمواد التموينية الأساسية للحياة. يعني السائقون يكبدون المشاق ويعني يضغطون بأنفسهم من أجل إيصال، أو يعرضوا أنفسهم للخطر، يعني في سبيل أنه يوصلوا المواد البضائية والإغاثية إلى أسواق المدينة. رغم ذلك ما تزال النداءات، ورغم النداءات الدولية المتكررة إلى أطراف النزاع في السودان بأن الأزمة في الباشا سوف تكون نعم خطيرة جدا، وأن المجاعة ستحدد الآلاف هنا الذين نزحوا من مناطق دارفور، بأن ولاية شمال دارفور تعد المدينة التي تعوي أكثر من 800 ألف مواطن نزحوا من مناطق غرب وشمال وجنوب وشرق الباشر. كل هذه المحليات والولايات التي سقطت في أيدي الدعم السريع، المواطنين نزحوا إلى داخل الباشر، وهي تعد المنطقة الآن الآمنة الوحيدة فقط. وإذا لا قدر الله حصلت اشتباكات داخل هذه الولاية، فستكون الأزمة كارثية على المواطنين، خاصة في معسكرات النزوح التي يعني تتاخم أو تكون يعني مهادية لمناطق الاشتباك. فهذا ما يعرض المدنيين للخطر، وكل نعم النداءات من أجل أن تتوقف عمليات الحصار وأن يفتح الطريق إلى دخول المواد الإغاثية والمواد التموينية إلى ولاية شمال دارفور. وأننا إذا نعم تحدثنا عن انقطاع الدواء كذلك في المستشفيات، فإن المستشفيات كذلك محددة بالإغلاق في حال لم تتوصل، يعني شكرا تدخل المواد الطبية إلى مراكز العلاج في الفاجر، خاصة أن هنالك مستشفى واحدة فقط في ولاية شمال دارفور، وهي المستشفى الجنوبي، هي مستشفى الطوارئ الوحيد الذي يعمل بكافة طاقته ويبذل قصارى جهد الشباب المتطوعون في المستشفى من أجل إنقاذ الجرحى. ويقال أن بعض الحالات يعني تصل شكرا ولا لك يوجد شاش أو الصحفي مواد معمر تسليم فيقوم. إبراهيم، كنت معنا عبر الإنترنت من الفاشر، أشكرك شكرا جزيلا. أعلن الجيش السوداني سيطرة قواته بالفرقة الخامسة على كافة المحاور بمدينة اللبيط شمال كردفان، بما في ذلك مقر الاحتياطي المركزي، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وذلك حسب بيان للجيش الذي أعلن ما وصفه بتطهيره لجبل كردفان من عناصر الدعم السريع بعد خسائر فادحة. وأضاف البيان أن قوات الفرقة الخامسة تقوم بتمشيط الطرق والمناطق الحيوية. اتهم الجيش السوداني في بيان قوات الدعم السريع بمحاولة إلصاق تهمة جريمة ذبح مواطن والتمثيل بجثته بمنسوب قوات الجيش. وأكد الجيش السوداني أن من ظهروا في الفيديو لا علاقة لهم بأي من القوات النظامية
أو المستنفرين ولا يرتدون أي من أزياء هذه القوات، ما يؤكد أنها تمثيلية سيئة الإخراج من صنع قوات الدعم السريع وأعوانها حسب نص البيان. وأكد الجيش على التزامه وتقيده الصارم بالقانون الدولي الإنساني والأعراف المنظمة للحرب كقوات وطنية محترفة. قوات الدعم السريع سرعان ما ردت على بيان الجيش بإصدار بيان جددت فيه اتهام الجيش بتورط منسوبيه في حادثة قتل مواطن والتمثيل بجثته، وقالت إنه يحاول ما وصفه البيان بالأدلة المادية الدامغة. وأضاف البيان أن الواقعة حدثت في مكان معلوم وعلى أيدي جنود ينتمون للجيش وكتائب المستنفرين، وأن مساء إنكار الجريمة لن تفلح. قالت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون القرن الإفريقي هانا سيروتيتي، قالت إنه وبعد عام من الحرب في السودان فإن تقديرات فريقها هي أن الطرفين المتحاربين لا يملكان الأدوات التي تسمح لأيهما بالنصر. وأضافت في جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في إقليم إيبي أن المدنيين ما زالوا يعانون بسبب الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وأن النزاع يؤثر على العلاقات بين السودان وجنوب السودان، بالإضافة إلى تأثيره على الوضع الأمني في دول الجوار خاصة في منطقة القرن الإفريقي. الأزمة في السودان والتي بدأت قبل عام في 16 من أبريل نيسان لا تزال مسألة ملحة. النزاع في السودان تحدده التطورات العسكرية على الأرض، ولكن في تقديرنا لا نعتقد أن أي طرف متحارب يملك الأدوات العسكرية التي تسمح له بالنصر. بالرغم من جهود الوساطة المتعددة لا يزال السكان المدنيون يعانون من تداعيات الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية. هذا النزاع يؤثر على العلاقات بين السودان وجنوب السودان، ولكنه كذلك تداعيات واسعة النطاق على الوضع الأمني والإنساني للدول المجاورة للسودان في الساحل وفي القرن الأفريقي ككل. ينضم لنا عبر الانترنت من القاهرة الخبير العسكري السوداني العميد الدكتور جمال الشهيد، كما ينضم إلينا عبر الانترنت من كمبالة البشر بيق مستشار قائد الدعم السريع. أهلا بكما معنا. أبدأ معك سيد جمال، رغم إصدار الجيش بيان واضح نفى فيه ما جاء على لسان الدعم السريع بالأمس واتهامه لمنسوبي الجيش بالقيام بقتل مواطن والتمثيل بجثته، إلى أن الدعم السريع لا يزال يؤكد أن لديه أدلة توثق عملية قيام من ينتمون للجيش بتنفيذ هذه العملية، كيف تردون على ذلك؟ شكرا لك ولمشاهدي قناة الجزيرة. التحية للقوات المسلحة الباسلة المنتشرة على امتداد ربوع بلادنا الحبيبة، ونهني بالانتصارات الكبيرة التي كانت اليوم في عدد من المسارح. عطفا على الموضوع الذي تفضلت بطرحه، أعتقد أن الدعم السريع تكررت منه مثل هذه التصرفات في عدد من المرات، ودائما ما يقوم بإلصاق التهم، يقوم بأفعال، يقوم بإلصاقها في القوات المسلحة. يذكر أن ذلك يعني يجي في إطار الحملة الشرسة التي قامت من أجل هذه الحرب. هذه الميليشيا حينما أشنت الحرب على القوات المسلحة كانت بغرض تفكيكها، وبالتالي لم يدع تجد المبررات بأن هذه القوات إرهابية وتفعل وتفعل. ولكن القوات المسلحة السودانية هي قوات محترفة وتقوم بواجبها الوطني المنصوص به بشكل جيد، ويعني لديها يعني هي تقوم بالأعراف الدولية كاملة، وهي جيش محترف لا يقوم بقتل المواطنين، انما يحمي المواطنين ويعني يوفر لهم الامن والامان. وما غابت به الميليشيا المتمرده من تلفيق لهذه التهمه لا تنطلع على الشعب السوداني. الشعب السوداني يرى بعينه الانتهاكات الكبيره التي يقوم بها قوات الدعم السريع من 2000 والاخرى، ويشاهد كل ذلك يعني يوميا في كل المسارح، بداتها بدارفور حيث قتلت الوالي خميس بكر. هذا ليس غريب على هذه الميليشيا، من قبل قتلت الوالي خميس بكر ومثلت به ورقصت على راسه الاطفال والنساء
ويعني شنقوه ومن ثم طرحوه ارضا بالعربات. وهذا الاسلوب تماما يتسق مع اسلوب الميليشيا المتمرده الذي تقوم به في الجزيره وفي الخرطوم من اغتيال ومن دفن الناس احياء ومن يعني سبي طيب، الفتيات إذا سيد والمسلمين الباشا، هذا ليس أسلوب الجيش. الجيش جيش محترف يحارب بقواعد محددة، لكن هذا هو أسلوب الدعم السريع، ومن قبل مارستموه حينما قتلتم الوالي ومثلتم بجثته. ما هو تعليقكم؟ به الجيش الباشا الضيق، السؤال لك، المواطن. تفضل. التحية لك والتحية لمشاهدي قناة الجزيرة. حقيقة ما قام به الجيش من قتل لمواطن يعني بريء وفتح بطنه والتمثيل بأحشائه والطواف بها على أمام المواطنين وأمام شاشات العالم، هذه جريمة نكراء وجريمة بشعة يعني مخالفة للقانون الدولي الإنساني. وحقيقة هذه ليست الجريمة الأولى، الجيش قام بقتل ذبح شابين في منطقة يعني مدرمان من قبل، وأيضا قام بضرب 3 شباب ودفنهم أحياء أيضا، والصور وال يعني الفيديوهات الآن يعني موجودة تثبت تلك الجرائم. وأيضا ما قام به الجيش في مدينة الأبيض بذبح يعني أربعة يعني مواطنين أبرياء تم إنزالهم من سيارة عامة وتم ذبحهم بحضور ومشاركة العميد العوض محمد العوض مدير جهاز الأمن والمخابرات بولاية شمال كردفان، وأيضا تم يعني ذبح هؤلاء المواطنين وحرقهم أمام شاشات العالم، ومن قبل أيضا قطع الرؤوس يعني شبان بمدينة الأبيض وتم التمثيل بهم وعرضهم أيضا على شاشات العالم وعلى وسائل يعني التواصل يعني الاجتماعي. هذه جرائم بشعة وجرائم يعني تنتهك القانون الإنساني الدولي، وهذه جرائم لا تشبه بجيش ما يسمى بجيش وطني، جيش له قانون. لكن يا سيد وله الباشا، يعني الجيش يقول في البيان أن من ظهروا في الفيديو الأخير الذي تتحدث عنه لا علاقة لهم بأي من القوات النظامية ولا يرتدون أي من أزياء القوات المسلحة. إذن من أين تثبتتم أنهم ينتمون للجيش السوداني؟ هؤلاء كل الجرائم التي ارتكبها الجيش وكل الانتهاكات التي يعني ارتكبها الجيش موثقه وموجوده، والذين يعني مثلوا بهذا يعني المواطن يعني مؤخرا ايضا الفيديو الذي يعني وثقوه بانفسهم يثبت ان هؤلاء يرتدون زي عسكري ويكتب عليه قوات الصاعقه قوات المظلات، وحتى اسم الشخص الذي يعني نفذ هذه العمليه من ضمن يعني اشخاص اخرين كان مكتوب يعني على بزته العسكريه. لذلك هذه جرائم مثبته تماما وموثقه ولا يعني يستطيع الجيش انكارها. هذا الجيش نحن الان يعني لم يتبقى منه الا اسمه. هؤلاء هي حركات ارهابيه متطرفه بقياده يعني المصباح، وهو اثبت بذلك وانهم لا يتلقون تعليمات من الجيش ولا ينتظرون ان يتلقوا تعليمات من الجيش، وهم الان ينفذون هذه العمليات وهم يتبعون بصوره مباشره الى تنظيم الدوله الاسلاميه المتطرف تنظيم داعش. وكما اعترف الجزولي من قبل في يعني في التحري معه انه يتبع يعني مباشره الى يعني الى تنظيم الدوله يعني تنظيم الدوله الاسلامي بقياده يعني البغدادي تنظيم داعش. وهذه يعني كلها يعني اعمال موثقه وموجوده الان، ويعني من يريد ان يتحرى عن تلك الجرائم فليرجع الى وسائل التواصل الاجتماعي والى التقارير يعني التي يعني صدرت من منظمات يعني دولية طيب. يعني حقوقية. ونحن نقول أن هذا الجيش هو الآن ليس بجيش، هذه الآن أصبحت طيب. هذه الفكرة إسلامية واضحة سيد طبيق. بدأنا أعود للعميد جمال مرة أخرى. سيد جمال، الرجل يقول الآن هذه ليست المرة الأولى، وهناك فيديو موثق، ومن فعلوا هذه الوقائع هم من قاموا بأنفسهم بتوثيق هذه الوقائع عن طريق هذا الفيديو. هناك وقائع من قبل، ولا سيما ما حدث في الأبيض، هذا الفيديو الشهير حينما تم قتل 4 مواطنين والتمثيل بجثتهم، وظهر فيه العميد العوضي محمد العوضي آنذاك. إذن هي ليست المرة الأولى، سيادة العميد، ما هو رأيك؟ هذه أيضا تقارير ملفقة بدلا من الفيديو السابق للعميد العوض، الذي هو كان مجمع عبارة عن فيديوهات مجمعة، واضح أنه من خلال
التسجيل كان هنالك يعني تجميع وتقطيع لبعض الفقرات، والميديا تفعل كل شيء، انت تعلم اخي الكريم ما تفعله الميديا، والان هذه الحرب يعني تقوم على الميديا بشكل اساسي. الدعم السريع يحاول ان يضخم كل شيء ويحاول ان يخلق منه بطل، وان يعني هذه هي اساليب الميليشيا المتمرده. ومنذ بدايه الحرب الميليشيا يعني الشعب السوداني، انا ما اعرف المواطنين الدعم السريع بيحاول يقنع منه، الشعب السوداني الان يرى بام عينه، ما محتاج يعني يغبش عليه الحقائق او يكلمون في الميديا بهذه الطريقه. الشعب السوداني الان هو حاضر في هذه المعركه، هذه الانتهاكات تقع امام مرأة ومسمع من الشعب السوداني، وهنالك يعني هذه الاشياء غير موثقه ومجرد ادعاءات وافتراءات. واذا ما عدنا الى الفيديو، انا لدي يعني في تليفوني عدد من الفيديوهات تؤكد على انتهاك هذه الميليشيا المتمرده الارهابيه، يعني تكرار هذه الانتهاكات. ما ذهب اليه محدث الدعم السريع ان الجذوري الان ماسور، تم اسره بواسطه هذه الميليشيا، وهو الان طغيه تم تهديد السلاح او ما معروف حصل عليه شنو، وتم ارغامه بحديث باشياء، وهو الان غير موجود الان. وبالتالي كل ما قاله الجذوري بعد الاسر يظل يعني هو منظر شك بالنسبه لنا، لان هذا الرجل احنا نعرفه وراجل متزن جدا، ويعني لكن البشبق سيد جمال يقول انه من قاموا بهذه الوقائع هم عناصر متطرفه ربما ينتمون لكتائب الاسلاميين المتطرفين داخل الجيش. يعني لماذا لا يجري الجيش تحقيق جاد من اجل معرفه مدى حقيقه هذه الوقائع؟ الجيش يا عزيزي لديه قانون، وهذا القانون مرتبط بقوانين السودان من المحاكمه، يعني لاي مستوى من مستويات القياده، سواء كان ضابط او ضابط صف او فرد، يقطع القانون، لا كبير على القانون تماما. والجيش هو مؤسسه يعني، بالتالي ولديه يعني اعراف، يعني هذه الاعراف متصله مع كل العالم، هي لم تكن قوات محدوده في السودان فقط، انما هي يعني في كل العالم موجوده مثل الجيوش الاخرى، ويقوم بالتحقيق. ويعني في المرات السابقه في كثير من الاحيان تتم محاكمه الناس، يعني في سوابق قبل كده في عسكري ارتكب جريمه وتم محاسبته، واما الملأ موجوده هذه كلها موثقه في الميديا وموجوده. الجيش يبرأ تماما من كل ما يعني يتم اتهام له من قبل الدعم السريع. الدعم السريع هذه الاشاعات التي يقوم بها هي اشاعات مغرضه، تتسق تماما على الاهداف التي تقوم عليها الفرضيه التي زعموها في بدايه هذه الحرب، انهم الان يقاتلون دواعش وكذا وكذا، ونحن نعلم ان هذه التمثيليه بغرض يعني استجداء الدعم وتعاطف المجتمع الدولي، وعكس انه الجيش السوداني يفعل. الجيش السوداني جيش محترف يا اخي الكريم، ويقوم بكل هذه يعني باعماله كل احترافيه، وهو الجهه الشرعيه الوحيده المؤهله في السودان والمكلفه من قبل الشعب السوداني لتامين الشعب السوداني. وقوات الدعم السريع الان قوات يعني ميليشيا، ما فعلته طيب. هذه الميليشيا في السودان واضح الفكره يعني سياده العميد. اذا سيد طبيق، هذه مجرد شائعات مغرضه لا اساس لها من الصحه، وهنا احيلك من قبل حينما توجه بعض الاتهامات لقوات الدعم السريع، تقولون ان قوات الجيش هي ترتدي يعني بعض ملابس الدعم السريع ويقومون بمثل هذه التجاوزات من أجل الإساءة للدعم السريع. لماذا لا يكون نفس الشيء بالنسبة لكم، أنه من قاموا بهذه الوقائع لا ينتمون للجيش، وربما هي عناصر من الدعم السريع تريد أن تشوه الجيش؟ يا أستاذ الكريم، الصورة لا تكذب والفيديوهات لا تكذب. العميد العوض محمد العوض الذي تحدث عنه ضيفك هو امام جنوده بعد تلك الحادثه، امام جنوده في الأبيض، يتحدث عنهم ويحفزهم بان من يقطع راس ابن ادم وياتي به اليه ياتيه مليون جنيه. هذه يا استاذ الكريم جرائم موثقه، نحن نتحدث عن جرائم يعني موثقه، ونتحدث عن جرائم وثقوها هم بانفسهم. لما هجموا على الاذاعه هنالك كانت جماعات ارهابيه متطرفه تبتدي عصابات حمراء، ويحملون الاسلحه ويحملون السكاكين البيضاء، ويتحدثون انهم سوف يذبحون اي مواطن او اي شخص يتعاون مع الدعم السريع، واي شخص يعني يجدونه امامهم. فهذه جرائم لا يستطيعون انكارها يا استاذ الكريم، هذه جرائم موثقه وجرائم يعني الان موجوده. طيب. حتى بالامس انا اشاهد تقرير على 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 احدى القنوات العالميه تؤكد ان جماعه يعني المصباح التي تسمى بكتائب البراء هي جماعه اسلاميه متطرفه، ولديها اتصالات يعني موثقه مع تنظيم الدوله الاسلاميه، وهم الان يعني مسؤولين من الجماعه الاسلاميه المتطرفه تنظيم داعش في يعني في افريقيا.
فلذلك هذه الجرائم يا أستاذ الكريم وهذه الأعمال طيب. الجميعة الفكرة واضحة سيد طبيق، دعنا ننتقل سريعا يعني كلام حضرتك عن هذه جريمة موثقة، هناك جرائم موثقة أخرى سيد الباشا. لحظة يا أستاذ، باختصار لو تكرمت، نريد أن ننتقل لمحور هام آخر. باختصار أنا أفتكر أنه الجيش الذي يقصف المواطنين في مناطق جنوب كردفان جبال النوبة وفي النيل الأزرق ويقصف المواطنين بالطيران في شمال كردفان والان في يعني في دارفور، وضيفك الذي استضفته الصحفي الذي استضفته من شمال دارفور تحدث بان الطيران يقصف يعني احياء الفاجر وكبكابيه ومنليط. هذا الجيش لا يرتقي بان يكون جيشا وطنيا، وتحديدا اريد ان اسالك فيما قاله الصحفي من الفاجر سيد الباشا، اريد ان اناقشك في هذه النقطه تحديدا. الصحفي الذي كان معنا من الفاجر يقول، الصحفي معمر ابراهيم يقول بشكل واضح ان قوات الدعم السريع تقوم بمحاصره الفاجر منذ اكثر من اسبوعين، وهناك حاله انسانيه شديده التعقيد وشديده الصعوبه، لانه بعد هذا الحصار المواطنون هناك لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية من غذاء ودواء ومياه، ولا سيما أن هناك أعداد كبيرة من النازحين يتواجدون في الفاشر. لماذا تحاصرون الفاشر سيد طبيق؟ مدينة الفاشر يا أستاذ الكريم، نحن لن نحاصر مدينة الفاشر، ولكن الجماعة يعني الحركات المسلحة التي ارتزقت لتقاتل مع الجيش هي التي الآن تقوم بهذه الأعمال والهجوم بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والجيش، الآن ينسقون بالهجوم على مقرات قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع أصلا موجودة في يعني داخل الفاجر وفي بعض أجزاء يعني الفاجر، لذلك هم الآن يقومون بمهاجمة يعني قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع الآن يعني تدافع عن نفسها. نحن في قوات الدعم السريع لم نحاصر الفاجر طيلة هذه الحرب، واستثنينا الفاجر طيلة هذه الحرب أكثر من عام، لم يعني نطلق طلقة داخل مدينة الفاجر، ولكن هذه الحركات التي ارتزقت لتقاتل مع الجيش هي من تقوم الآن بمهاجمة مقرات قوات الدعم السريع، وكذلك أيضا الطيران الذي الآن يقصف أحياء مدينة الفاجر بالمراميل الحارقة هو الآن أكبر مهدد للمواطنين، وهو من يستدعي المواطنين إلى النزوح من داخل مدينة الفاجر. لذلك الآن هم الآن الجيش والحركات المسلحة التي يعني ارتزقت لتقاتل معه والطيران الحربي الذي يقصف المواطنين، لكن هناك تقارير متواترة سيد طبيق تتحدث أنكم تحاصرون الفاشر وقمتم بالهجوم على عدد من القرى هناك على المدنيين هناك، يعني ليس شهادة الصحفي فقط الذي كان معنا، يعني ربما الصحفي تحدث عن هجوم الجيش على بعض مناطق الدعم السريع، وتحدث أيضا عن حصاركم للفاشر. هناك تقارير متواترة تتحدث عن حصار الدعم السريع للفاشر، وتتحدث عن القيام بالهجوم على عدد من القرى سيد طبيق. هذه التقارير أستاذ الكريم هي لم ترى قصف الطيران، هي لم ترى البراميل الحارقة التي تستهدف الإنسان والحيوان بالقنابل العنقودية المحرمة دوليا. الآن الطيران هو أكبر مهدد للمواطن في الفاجر ولخارج الفاجر في مدن كبكابية ومنليط وكله وفي الزرق وكل مدن دارفور. الآن الطيران هو الذي يقصف المواطنين وهو الذي يهدد الآن أمن واستقرار المواطنين يا أستاذ الكريم. وأما قوات الدعم السريع هي الآن موجودة في مقراتها وتدافع عن نفسها، كل من تقدم إليها الجيش أو الحركات المسلحة هي الآن تصدهم وتكذب يعني تكبدهم يعني خسائر كبيرة جدا. إذا طيران الجيش سيد جمال هو أكبر مهدد للمدنيين والمواطنين في الفاشر، هو الذي يقوم بقصف المدنيين بالبراميل المتفجرة، لكن قوات الدعم السريع لا تقوم سوى بالدفاع عن نفسها ولم تحاصر الفاشر بأي حال من الأحوال، ما رأيك؟ القوات المسلحة في أي بلد لديها أفرع، والقوات الجوية هي أحد أفرع القوات المسلحة، هي ليست في الشظاء فقط إنما في كل دول العالم موجودة، وبالتالي يعني القوات المسلحة يعني لديها مقدرات جوية يعني تحرك هذه القوات، وهذا عمل مشروع تحركه لضرب تجمعات العدو. هناك كانت تجمعات العدو في كبكابية وفي مرليط كلها كانت في تريها لتهجم على القوات المسلحة الموجودة في الفاشر. هذه هي أيضا حقائق موسعة كلها. هناك تجمعات من الجنينة ومن عدد من الفرقان والقرى أتت بها الميليشيا المتمردة للهجوم على الفاشر والاستيلاء عليها. يعني خلال الأيام الماضية كانت هنالك يعني موجات من الهجوم، والقوات المسلحة بطبيعة حالها كانت تصدى لهذه الهجمات من قبل الميليشيا المتمردة الإرهابية. وبالأمس تم دحر هذه الميليشيا إلى اتجاه اللعير ديار النبي، والآن هذه الميليشيا يعني تتكبد خسائر كبيرة جدا في الأرواح والمعدات، وتم الاستيلاء على يعني أسلحة ومعدات. وأثر هنالك أيضا أثر من هذه الميليشيا، حينما أقول أثر هؤلاء الذين تم القبض عليهم
هم اجانب وليس سودانيين، اتت بهم هذه الميليشيا المتمرده من دول الدوار الاقليمي من عدد من الدول، والان يقاتلون في صفوف هذه الميليشيا، وبالتالي هذا هو اختراق ايضا للمواثيق وللحدود السودانيه ان تاتي قوه من الخارج وتشارك هذه الميليشيا هذه الجرائم. هؤلاء هم الدواعش انفسهم، هؤلاء هم الذين لا يعرفون الشعب السوداني. في الشعب السوداني اي القوات المسلحه حينما تجند اي فرد من افرادها في صف القوات المسلحه يتم الفحص عنه امنيا، وبالتالي هنالك فيش انه هذا الشخص هو صالح للعمل بهذه المؤسسه العريقه العملاقه القوات المسلحه. لا تاتي بالناس كجماعات وتدخلهم في القوات، لا، انما هنالك اجراءات يعني استباقيه قبل الدخول للتدريب في معسكرات القوات المسلحه، من ضمن هذه التجربات الفحص الامني للقوات. لكن هناك مدنيون بالفعل يسقطون سيد جمال نتيجه لهجوم الطيران على بعض المناطق في الفاشر، حتى ولو استهدفت هذه الهجمات او الطلعات الجويه مقرات الدعم السريع، هناك مدنيون بالفعل يسقطون ضحيه لهذه الهجمات، اليس كذلك؟ المدنيين نزحوا تماما، كل المدنيين الان يتمركزون في الفاشر حول القوات المسلحة. المدنيين حينما تأتي قوات الميليشيا الدعم السريع المتمردة يفروا منها، يأتوا إلى معسكرات القوات المسلحة لأنه فيها الأمان. ويجلس الآن هنالك الآن آلاف المواطنين داخل الفاشر وحول معسكرات الجيش في كل مكان. السؤال لماذا يفر المواطنين في كل مرة للجزيرة وفي الخرطوم في كل مكان؟ يعني ذهبوا خلوا خارج السودان وتركوا بلادهم، لأن هذه الميليشيا من الفظائع التي ارتكبتها تركوا بيوتهم وأماكنهم. إنما القوات المسلحة حينما تأتي يعود الناس، وهذا مثل ما حصل الان في درمان وفي احياء مختلفه من العاصمه، بدات تعود الحياه وعاد الناس اليها مره اخرى. بالتالي القوات الميليشيا المتمرده هي التي ترتكب الفظائع، وهي التي ترتكب الموبقات، كل الموبقات المنصوص عليها في الاسلام وكل الجرائم المنصوص عليها في قانون الحق والقانون الدولي الانساني من قامت بانتهاكها هذه الميليشيا المتمرده الارهابيه، وليست القوات المسلحه. القوات المسلحه تاريخها معروفه، والشعب السوداني يعرف تماما ذلك. والشعب السوداني الان التف كله حول القوات المسلحه، ليه؟ ثقه في هذه القوات المسلحه، بل رهن كل ارادته وامواله. طيب سيد طبيق، سياراته لهذه القوات. وضحت الفكره سيد جمال. نعم سيد طبيق، كيف تعلقون على بيان الجيش الذي يتحدث عن تقدم كبير بالفرقه الخامسه في مدينه الابيض والسيطره على كافه المحاور بالمدينه ومنها مقر الاحتياطي المركزي؟ أول الأستاذ الكريم، دعني أن أؤكد لك معلومات مؤكدة وبيان رسمي من الخارجية الأثيوبية أن هنالك مرتزقة من التجراي الذين لم يوقعوا على اتفاق السلام في أثيوبيا الآن يقاتلون مع الجيش، وهذا الجيش الذي يتحدث عنه ضيفك الآن ما بقى منه إلا اسمه، فلذلك هو الآن يستعين بالجماعات الإسلامية المتطرفة وببوكو حرام وبكل التنظيمات المتمردة على دولها الآن تقاتل في صفه. أما بيان الجيش بأنه كبت قوات الدعم السريع خسائر في ولاية شمال كردوفان، أنا أؤكد لك تماما أن قواتنا نفذت عملية ناجحة في الاحتياط المركزي واستولت على عدد 9 يعني سيارات. هو فقط سيد طبيق، يعني كان معنا منذ يومين السيد محمد العروسي عضو البرلمان الأثيوبي ونفى وجود بيان مثل هذا بالأساس الذي يتهم قوات الجيش السوداني بأنه يضم في صفوفه مرتزقة يقاتلون في صفوف الجيش. هذا موجود يا أستاذ الكريم وأرجع إليه، لكن دعني أن أكمل لك أول رد على سؤالك عن ولاية شمال كردفان. قواتنا نفذت عملية ممتازة جدا اليوم في معسكر الاحتياط المركزي واستولت على 9 عربات ويعني قتلت عدد من الجنود وأطلقت سراح عدد من الأسرى، وبعد ذلك انسحبت من معسكر الاحتياط لأنها منطقة مكشوفة، والهدف الأساسي كان هو يعني الاستيلاء على هذه السيارات، سيارات دمع الرباعي وبعض الأسلحة وإطلاق سراح الأسرى. أيضا تحرك الجيش في المنطقة يعني شرق الأبيض، وكان متوجه إلى منطقة جبل كردفان، ولكن قواتنا بحمد الله سبحانه وتعالى كبدتهم خسائر كبيرة جدا، استولت على 3 مدرعات وعدد كبير جدا من السيارات الدفع الرباعي والاسلحه، وقتلت اكثر من 300 جندي من جنود الفرقه الخامسه مشابه الابيض، ودحرتهم ويعني تعرضتهم حتى داخل مدينه الابيض في احياء طيب جنوب وحي المطار. لذلك قواتنا الان ايضا في منطقه مروابه شرق مروابه، كانت هنالك قوات متقدمه من الجيش في منطقه تندلتي، ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى قواتنا كبدتهم خسائر كبيره جدا واستولت
على عدد من السيارات. طيب يعني إذا هي نفس الحالة من البيانات والبيانات المضادة التي تتحدث حول تقدم الجيش أو قوات الدعم السريع، وكل فريق من جهته يتحدث على أنه يتقدم ويسيطر. دعني أتحول سريعا لجمال الشهيد، يعني في ظل الحديث عن تقدم في كردفان وفي مناطق أخرى من الجيش، لو تعلق تابعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تتحدث على أن الطرفين المتحاربين ليس بمقدورهما أن يحسم هذه المعركة، لأي مدى تتفق مع ذلك ومع ذهب إليه الكثيرون أنه في النهاية بالرغم من مرور أكثر من عام على هذه الحرب لابد أن يجلس الطرفان على مائدة مفاوضات ولن تحسم هذه المعركة عسكريا بأي حال من الأحوال؟ أعتقد أن الأمم المتحدة يعني يعتمد على تقارير، هذه التقارير غير صادقة بالتأكيد. القوات المسلحة تتقدم كل يوم، واليوم منذ الأمس بدأت القوات المسلحة يعني تحركاتها وحققت نتائج ممتازة جدا في الفاشر وحول الفاشر، وطردت قوات الميليشيا المتمردة حتى منطقة العيدي أرنبي شرق الفاشر، وكذلك الحال في حول كردفان نبيض الليلة اللي قامت الفرقة الخامسة بتطهير الطريق المؤدي الرابط بين الأبيض وكوسي حتى منطقة جبل كردفان والاحتياطي، ويعني هذا يعني يعتبر بمثابة فك الحصار المفروض على الأبيض من قبل هذه الميليشيا المتمردة الإرهابية. الآن القوات المسلحة تمتلك يعني كامل المبادرة، يعني روح المبادرة بالنسبة للعمليات، وتتصدر المشهد تماما في كل منطقة حول الجيلي وفي مدني وفي الخرطوم وجنوب الخرطوم. القوات المسلحة كلها تتحرك وتتحرك تكسب مئات المترات. القوات المسلحة بطبيعة حالها قوات نظامية، والعمليات التي تقوم بها عمليات محسوبة وفقا لقياسات معمول بها دوليا، وتحترم الإنسان وتحترم القانون الدولي الإنساني. بالتالي هذه القوات يعني الآن تصدر المشهد تمام، والحمد لله الآن يعني ما يؤكد على انتصارات هذه القوات يعني يمكن العمل الكبير اللي تقوم به القوات المسلحة في شرق السنار وعن شرق يحول المدني، وقريبا إن شاء الله نسمع في الساعات القادمة انتصارات أكبر. شكرا. حول المدني وحول الجيلي. الآن هذه المنطقتين ظلتا يعني محاصرتين من قبل القوات المسلحة، لا أحد يخرج ولا يدخل لهذين المنطقتين الجيلي وصفات الجيلي ومدني، وهنالك تقدم ممتاز لهذه القوات والروح المعنوية عالية للغاية. كل يوم نشاهد الفيديوهات تأتي إلينا والتقارير تأتي إلينا كلها ما شاء الله مبشرة، ما في أي مجال للشك. إنما القوات المستمردة الإرهابية يعني منذ فترة درجت على تلقي هزائم كبيرة، والآن يعني تأتي لتغبش الحقائق وإفادة الإعلام لتوحي للناس أنها منتصرة وأنها هي يعني الآن هي المسيطرة. القوات الميليشيا لا غير مسيطرة وليس لديها أدنى يعني درجة من الثبات. في كل مكان تتقدم القوات المسلحة تفر وتجرجر أديان الهزيمة، والقوات المسلحة تستولي على الأسلحة والذخائر والمعدات وتتعقب هذه القوات إلى مسافات بعيدة جدا. وكما ذكرت لك الآن يعني في أمدرمان مثال، أمدرمان الحمد لله الآن تتم نظافة كل أحياء أمدرمان القديمة، الآن ولاية الخرطوم شرعت في نظافة. وضحت الفكرة سيد جمال الخبير العسكري السوداني العميد جمال الشهيد، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الانترنت من القاهرة. كما نشكر ضيفنا عبر الانترنت من كمبالة الباشا طبيق مستشار قائد قوات الدعم السريع، شكرا جزيلا لكما. استقبل رئيس التركي رجب طيب أردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقال بيان لمجلس السيادة الانتقالي إن اللقاء بلدين وأفاق التعاون المشترك بينهما، منوها إلى أن البرهان أطلع الرئيس التركي على تطورات الأوضاع في بلاده والجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار. لمزيد من التفاصيل عن هذا اللقاء ينضم إلينا عبر الهاتف نادر يوسف الطيب السفير السوداني بأنقرة. أهلا بك معنا سيد نادر، وما هي المعلومات المتوفرة حول أهم ما دار في هذا اللقاء، ولأي مدى من الممكن أن يكون لتركيا دور خلال المرحلة المقبلة من أجل إنهاء هذه الحرب؟ مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة الزيارة هي كانت أصلا شخصية غير رسمية لتلقي العزاء في وفاة ابننا المرحوم محمد البرهان وستر الجسنان، وأيضا لقاء مع السيد الرئيس رجب طيب أردوغان كان بهدف
تعزية السيد الرئيس البرهان، وحرص السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على متابعة الأحداث في السودان بصيغة مستمرة، ويعني متابعة ما يجري من أحداث. حقيقة تركيا منذ بداية الحرب يعني ظلت تقدم مساعدات إنسانية والخيرية، وأيضا يعني مثلا من المستشفى في إنيالا ظل يعمل حتى دخلت الميليشيا المتمردة لمدينة نيالا، توقف عن العمل وسحبت تركيا الأطباء والمساعدين. لكن في طيلة الفترة الماضية حرصت أيضا على تقديم المساعدة الإنسانية ومثل في الأدوية الطبية والغذائية، المواد الغذائية يمكن حوالي 3 رحلات بحرية وجوية إلى مدينة السودان طيلة الفترة الماضية، ولا زالت هذه الغازات والمساعدات مستمرة. في بداية هذه الحرب يعني أعلنت تركيا عن مبادرة سياسية، لكن بعد ذلك لم نسمع ما يشير إلى استنبارة. حاليا كما تعلم المبادرات الموجودة تركيا ليست طرفا فيها، لكنها حريصة على استقرار السودان وحدته وعلى يعني استتباب الأمن، وأيضا حريصة على التواصل المباشر والمستمر مع الحكومة السودانية. هذا ما دار تقريبا في هذا اللقاء. كذلك أيضا يعني هل من الممكن أن يكون لتركيا دور خلال المرحلة المقبلة سيد نادر؟ يعني هل من الممكن أن تطرح مبادرة تركية من أجل أن يجلس الطرفان على مائدة مفاوضات مرة أخرى من أجل إنهاء هذه الحرب؟ أم أن هذا أمر مستبعد برأيك؟ والله لا أعتقد، يعني هي تركيا الآن مهتمة بنجاحها، يعني المبادرات الموجودة بصورة كبيرة من بركدة، ولكن بالتأكيد هي حريصة على يعني عدم تدخل أطراف أخرى لتعجيج الصراع، وحريصة على يعني سلامة المواطن وسلامة السودان المواطنين. لذلك يعني حرص السيد الرئيس رجب طيب أردوغان على متابعة ما يجري وعلى تقديم الدعم الممكن في هذه المرحلة. فات علي أن أذكر أن أيضا السيد الرئيس البرهان يعني تحدث مع السيد الرئيس رجب طيب أردوغان بخصوص السودانيين العالقين في تركيا بعد الحرب، يعني وتوفير أوضاعهم لأنهم أعدادهم كبيرة، حتى الآن لم يتم توفير الأوضاع بصفة نهائية. وكذلك الطلاب السودانيين في الجامعات التركية الذين يعني تأثرت أسرهم بسبب الحرب وأصبحت أوضاعهم تحتاج لمعالجات. يعني أشكرك شكرا جزيلا نادر يوسف الطيب سفير السودان بتركيا، كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة. إنسانيا يشهد معسكر الحميدية بوسط دارفور أوضاعا صعبة للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بسبب شح الغذاء والدواء، ويستمر الوضع في التدهور مع تزايد انعدام الأمن الغذائي، حيث تشير التقديرات إلى أن 4,900,000 طفل دون سن الخامسة وكذلك النساء الحوامل والمرضعات يعانون من سوء التغذية الحاد في عام 2024 ويحتاجون إلى مساعدات عاجلة لإنقاذ حياتهم، ويمثل هذا زيادة بنسبة 22% مقارنة بعام 2023. وصلنا مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية حول آخر التطورات في السودان. يمكنكم دوما متابعة آخر التطورات عبر موقع الجزيرة مباشر وصفحة الجزيرة مباشر السودان على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم في أمان الله ورعايته.